بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إحياء اليوم الوطني للشهيد وفي إطار منتدى ذاكرة الذي تنظم جريدة المجاهد وجمعية مشعل الشهيد أسبوعيا، ارتئينا نقصر العدد إلى شهداء الرياضيين. وبالمناسبة سيكون تكريم منظري لزوج ولاد الشهداء، هما الإعلامي معروف درس دقيق واللاعب الدولي سي عمر بطرون. دكتور سعيد صابوني تفضل بتسليم الخف، هذا كذلك تكون ادريس دقيق. اعتقد على اغلى حاجه في القدس الشريف. تفضل. شكرا لهذه الاستضافة والمشاركة في هذه المناسبة وهذه العظيمة. نحمد كلامي فيه تناقض. الأغنية اللي ذكرها الكثير نتاع دير 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 بيبي، صعب صعب جدا باش تكون طفل صغير، لكن أصعب من هذا أن تكون ابن شهيد. صعب جدا أن تكون ابن شهيد لأنه تحمل مسؤولية كبيرة، فيها جانب شريف، فيها جانب كبير. الصورة اللي هدر عليها في رابح في الملاحظات حول الصورة السيئة لابن الشهيد اللي يحوس على النهب ويحوس الحصول على أشياء، قلت هي مخالفة للواقع. واش عرفنا من الآباء تاعنا؟ عرفنا منهم روح التضحية. ما راحش نشكي انا وعلاه كنت نعيش بدينار واحد في اليوم. يتخمم واحد بن شهيد اللي يعيش بدينار في اليوم، ما نشكيش انا وعلاه عايش بدينار. قلت له هل كانت قدره التضحيه عندي باش هذاك الدينار نقسمه مع واحد اخر اللي اضعف مني. هذه اللي حبينا نكونوا مسانده للحق، مسانده لمحاربه الظلم. نضحي أكثر مما ضحى الوالدين تاعنا التضحية. إذا الشعار تاعي لابن الشهيد هو التضحية، الكرام ذات. نقول لكم شكرا شكرا. تاع الشهداء نشكركم بزاف بزاف. عندي حاجة كل كلمة نقولها. والله شوف، واحد اللي يعيش بلا بابات فريمون سي تري دور، هي كيما يقول لك صعيبه. واحد كيخلي ولادو ويروح للجبل سي تري دور، وشكون اللي يسوفري هما العائله والعجوزه والدراري هما اللي يسوفريو. على كل حال باسكو نتفكروا كيفاش عشنا في هذيك المديرية هذيك، ولكن كما يقول لك ما راحوش على باطل، راحوا كما يقول لك شهداء هذوما، هذو قراصة هاد الشهداء هذوما اللي اليوم رانا حرين في بلادنا ونديروا واش نحبوا. واحد ما يسالنا. على كل حال نزيد نشكر
جو سوي تري زيمو على كل حال جو ميكسكوز. نترحموا على الشهداء هذوما اللي ماتوا والمجاهدين اللي بقاو. على كل حال ربي يطولهم في عمرهم. هذا واش نقول لك، نشكركم وهذا هو شو